السلام عليكم. ملف الجرحى وتحديدا جرح المقاومة لا يزال جرحا مفتوحا حتى اللحظة، رغم الاستجابات المتأخرة التي لا ترتقي إلى وجعهم، إلا أن متاعب الجرحى داخل الوطن وخارجه لم تتوقف. الأمر لا يتعدى مسألة العناية والاهتمام ومكابدة الإهمال، إنما يتعلق بالمسؤولية في التعامل مع هذا الملف المهم. الجرحى الذين انطلقوا للدفاع عن وطن تعرض لجرح عميق في كبريائه ودولته ومكتسباته التاريخية، ممثلة بالركائز الثلاث: الدولة والجمهورية والديمقراطية. هذا هو الوطن بالنسبة للذين أزهرت الحرية في أجسادهم، وهم يدافعون عن حريتنا جميعا، عن الشرعية التي أهملتهم. الجريح نيابة عن الشعب انطلق من أجل التحرير، فنال مقابل ذلك سرير إهمال واستجابة متأخرة من الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف في مستشفيات الداخل والخارج وفي عواصم المنفى والشتات. ملف الجرحى، الملف الجريح في حد ذاته، أين وصل؟ وهل التفاتة الجهات المعنية وصلت إلى المستوى المطلوب من الاستجابة؟ أم أن الخذلان المتكرر لسان الحال لملف الجرحى كجرح مفتوح؟ وأين وصلت نتائج زيارة الرئيس لتركيا بخصوصهم، كما جاء في التصريحات التي قالت إن من بين أهداف تلك الزيارة ملف الجرحى؟ وماذا عن إسناد التحالف العربي لهذا الملف تحديدا في معركة المصير العربي المشترك الذي دافع عنه الجرحى؟ حول ملف الجرحى المليء بالجروح المفتوحة ستكون حلقة المساء اليمني. وقبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا ضمائر تنصت لأنين الجرحى ومواجعهم، ولا آذان تصغي لنداءاتهم الجريحة عن المرميين على هامش الحرب من جرحاها، سواء أولئك الذين أصيبوا في الجبهات أو من أتتهم قذائف الميليشيا حتى منازلهم، وسواء في المدن المحاصرة أو تلك التي تحررت من سطوة الميليشيا. يقبع الجميع في المشافي العاطلة هي الأخرى عن الحركة والحياة، على ساق عرجاء أو يد مبتورة أو جراحة متخثرة، جميعهم على حد سواء يقفون أمام الإهمال وتقاعس الجهات الرسمية والدولية والمنظمات الحقوقية دون اهتمام يذكر. يشكو الجرحى من إهمال الحكومة وتخاذلها أمام جراحهم، بدءا من نقلهم للعلاج خارج البلاد وانتهاء بغياب الخدمات الطبية والمستشفيات الميدانية وعدم تأهيل المستشفيات الموجودة وتوفير المستلزمات والأدوية، أهمها المحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية والتنفس وغرف العمليات والأطقم الطبية. تفيد الإحصائيات الرسمية الأخيرة أن جرح الحرب بلغ 15,000 جريح، بعضهم يموت متأثرا بجراحه جراء الإهمال. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فيقول إن الصراع في اليمن أسفر عن أكثر من 32,000 ضحية حتى أواخر أكتوبر الماضي، منها 28,000 جريح. روحونا جيبوا لنا طائرة وخلونا نخسع نخسع في بيوتنا، ما نشتي نحتار، رجاء منكم بعز وبشر خلونا نموت في بيوتنا، ما نحتار وين ما رحنا، هانونا رحنا مستشفى تكلموا علينا، ما استلمت في سفارتكم، ما عندهم إمكانيات، نحن مقدرين الظروف، عارفين أن البلاد تمر بأزمة مالية، نحن مقدرين هذا الكلام. نرجوكم كل الرجاء باحترام بشرف روحونا بيوتنا، عزونا رجاء. يعجز الجرحى عن توفير تكاليف العلاج المكلفة في الخارج وما يرافقها من مصاريف المصابين ومرافقيهم، ناهيك عن إهمال السفارات وممثلي الجهات الرسمية وابتزاز بعض الجهات للجرحى. فتتفاقم أوضاع الجرحى وجراحهم وتزداد حالتهم سوءا على سوء. يرى البعض أن تهميش جرح المقاومة وإهمالهم وعدم الاكتراث بمصابهم وجراحهم وسائر أمورهم يجعلهم عرضة للموت بل والعزوف عن مواصلة تحرير البلاد من أقرانهم، فيما يخشى على المتأثرين من الاستقطاب واللجوء لأطراف مغالية سيكتوي الجميع بنارها. وكما قيل أن الصراع في اليمن يوشك أن يصبح أحد النزاعات المنسية، فإن فداحة نسيان وتناسي ملف جرح الحرب يأخذ تداعيات أكثر خطورة وأشد وجعا. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الملف تنضم معي الأستاذة نبيلة سعيد، رئيس مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية. مساء الخير أستاذة نبيلة.
استاذ نبيله، بداية يعني ملف الجرحى جروح مفتوحة كما يقال، وكما استمعنا لهذا التقرير وجدنا رسائل مؤلمة، يعني احدهم يقول روحونا في طائرة، عزونا، لا تتركونا نموت يعني ونتبهذل حد وصفه. يعني الى اي مدى يتألم الجريح بجرح جديد يضاف اليه عبر اهماله ونسيانه ليموت وحيدا؟ اولا الجرحى هي فئه تستطيع تقولي انها فئه منسيه بدرجه كبيره، تصل الى 90% من النسيان، الامر الذي ربما يهدد يعني فئه هي الاكثر حماسا لتحرير البلد وللخروج بالبلد الى بر الامان. النظر الى الجرحى بعد اصابتهم بعده من انواع الجروح، النظر اليهم بانهم يعني اشخاص ربما ياخذوا وقت، مثلا ممكن يجلس وقت في المستشفى او وقت خارج اطار المقاومه او ساحه المقاومه، معناها ان انت انتظر هنا حتى يتم التفرغ لك، يعني كانه الان في اطار الهامش من الوقت ومن الاهتمام ومن الرعايه ومن الالتفات اذا حسن التعبير. يعني انا اشعر انه احنا ملف الجرحى هو ملف اهتمام يعني لابد ان يقوم فيه كل شخص، فضلا عن انه ملف مفترض تهتم فيها الدولة، تهتم فيها الحكومة، تهتم فيها أصحاب القرار والنفوذ، يعني التحالف، المنظمات المجتمع المدني، فضلا المحلية الدولية، كل الجهات التي ممكن تسهم في خروج هذا الملف إلى حيز الوجود في إنجازات حقيقية وواقعية ورقمية. يعني كم عدد الجرحى الذين فعلا أحسن إليهم أو تجاوزوا مرحلة الخطر ودخلوا في يعني في أمور تطمينية، وأنه وصل الجريح إلى مرحلة يطمئن فيه على صحته. كثير من الجرحى الآن هو يريد أن يقضي فترة العلاج أو المجارحة أو يعني هذه الفترة البسيطة حتى يعود إلى ساحة المقاومة وإلى ساحة إلى ميدان الشرف والبطولة في ساحة الوطن. يعني حتى يعني ربما أشار التقرير يعني أن ربما حالة الجريح التي يصل إليها من الإهمال تجعل البقية يحجم عن الدفاع، يعني يجد أن يعني إن أصبت أو حدث لي مكروه لن يلتفت لي أحد. ما رأيك بهذه النقطة؟ هو قد يصل إلى يعني قد يصل البعض إلى مثل هذه الخيارات، وإذا لم يصل هو قد يصل أهله إلى هذه الخيارات، يقول أهله يعني لا طائل من وراء البقاء في ساحة يعني في ساحة المقاومة أو البقاء في ساحة مثلا ممكن تناضل فيها عن أرضك وعرضك وما والأشياء التي تحفز فعلا الجرحى قبل أن يصيروا بهذا المسمى أن يقفوا في ميادين الشرف والبطولة. يعني ممكن زوجته، أهله، أقربائه، بيئته، المجتمع القريب منه يقول له إذن لا طائل من الخروج. يعني دعنا ننتظر كما ينتظر الكثير أو كما يعني أو حتى لا تصل بك المرحلة أن تفقد أحد ساقيك أو تفقد عينك أو تفقد جزءا من يعني أجزائك الداخلية ثم تصبح في دائرة النسيان. طيب أستاذ نبيل، يعني ربما زيارة رئيس الجمهورية لتركيا كان من أهم الملفات التي طرحت، ملف الجرحى. يعني هذه يعني المواقف التي تظهر من فترة لأخرى ولكن بعدها لا نسمع بشيء أو لا نجد شيء على أرض الواقع. هناك حديث من أن تركيا تقدمت بمنح علاجية وأنه ستقام المستشفيات، ما الذي لديك بهذا الخصوص؟ يعني كثير ما نسمع عن هذا الملف، كثير ما نسمع عن أعداد وعن 100 عدد عن 100 رقم هو يتعالج أو لها منحة علاجية من تركيا. أنا ما أعرفه حاليا ومسؤولة عن لم يصل أي جريح، فضلا أنه متوقفة هذه النقطة، يعني ما فيش حراك فيها. لماذا؟ هذا ما فيش حماس، يعني ما فيش شخص متابع أو جهة متابعة أو حكومة تتابع أو شخص يدفع باتجاه أن يخرج ملف الجرحى إلى حيز التطبيق والتنفيذ أو أن يجد ميدان للعمل الحقيقي يعني لمعالجة الجرحى والاطمئنان أو الخروج بهم إلى بر الأمان. هذا جانب. الجانب الثاني، ملف الجرحى هو من الملفات الشائكة التي لم يصدر فيها لم يصدر فيها حتى قرار. يعني مثلا انت لابد ان تصنف الجرحى هذه على حسب نوع الاصابه او خطوره الاصابه او خطوره التاخر عن المعالجه.
يعني هذا لا. أيضا لم يحدث. نعرف أن هناك جرحى منتظرين على الحدود أو في المناطق الملتهبة ولم يستطيعوا حتى أن يخرجوا إلى الأماكن القريبة مثلا نقل السعودية أو غيرها يعني حتى يحصلوا على علاجات والذين سريعة. ذهبوا وجدنا أي والذين ذهبوا يعني ما زالوا في حالات حرجة، بعضهم كما سمعت في التقرير يطلب أنه يعود إلى بلده أي ما كانت النتائج. هذا جانب. أنا أعتقد أنه زيارة يعني الرئيس عبد الرب منصور في تحليلي الأولي أنها لم تؤتي نتائج مثمرة، ولم خبر فقط. وربما نعم. أصبحت فرقعة طيب. إعلامية لأكثر يعني. سنعود لهذه النقطة أستاذة نبيلة. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور صادق الشجاع رئيس اللجنة الطبية العليا بتعز. مساء الخير دكتور صادق. أهلا وسهلا. مساء النور. بداية حدثنا دكتور صادق عن أوضاع الجرحى في تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في تعز ترتكب كل يوم مجازر مروعه يسقط فيها العقاقات تقريبا كانوا اطفال شيوخ. هؤلاء الجرحى هم وجع المقاومه، هم وجع تعز، وجع اللجنه الطبيه، وجع كل حر في هذا الوطن، وجع كل يمني. الى الان هنالك اكثر من 11,000 تقريبا كإحصائية أولية في مدينة تعز. هناك أكثر من 35 نقطة اشتباك في تعز في المدينة والريف. هنالك نقاط متعددة. نقول أن هنالك كثير من جرحى تعز لا يستطيعون الوصول إلى مستشفيات المدينة. بحكم الحرب العبثية على هذه المدينة ورقم الإصابة. نعم ناهيك عن تعطل المستشفيات أصلا دكتور صادق، يعني هناك الحديث أن أيضا المستشفيات لا تستطيع تحمل معالجة هؤلاء الجرحى. ما هي أبرز الملفات العالقة في ملفات الجرحى أستاذ، أو ما أبرز القضايا العالقة في ملفاتهم دكتور صادق؟ حقيقة للمستشفيات والبنية الصحية والطبية التي كانت بالأصل ركيكة في مدينة تعز، فهنالك أكثر من 37 مستشفى ومركز صحي مغلق في هذه المدينة منذ بداية الحرب قبل تقريبا 11 شهر. هذه المستشفيات إغلاقها كانت حكومية أو خاصة أثرت تأثير كبير على استقبال الجرحى على امتداد المحافظة واتساع نقطة الاشتباكات. نعم دكتور صادق، يعني هذا السبب الأول. دكتور صادق يوسفني الصوت يعني نعم هناك ربما سوء في الصوت من قبل المصدر. دكتور صادق الشجاع رئيس اللجنه الطبيه العليا بتعز شكرا لك، سنعاود التواصل بك على وعسى ان يتحسن الصوت. عوده اليك استاذه نبيله، كنت تتحدثي ان زياره الرئيس كانت مجرد فرقه اعلاميه، واود ايضا ان اعلق على حديث الدكتور صادق ولكن اكملي النقطه التي كنت تتحدثين. نحن نتحدث انه لم يحدث هناك برنامج عملي، لم نسمع عن برنامج عملي في معالجه الجرحى او في الخروج بملف الجرحى الى حيز التنفيذ. نعرف ان هناك كثير من الجرحى يعني ظلوا مسافات او ظلوا كثير من الاوقات او الايام منتظرين مثلا ان يصدر قرار مثلا او يتم نقلهم من بالذات الجرحى الذين اسمحي لي بالكلمه تعفنت جراحهم فضلا عن انه مرافقيهم تعرضوا لبعض العدوى وبعض الاصابات التي ايضا اصبح المصاب او الجريح ايضا يتحمل تبعات المرافق الذي اصبح مريض يعني. هذه من الحالات الحرجه. كثير من الملفات الان الشائكه اللي يعني فضلا عن الوضع الانساني الحرج والمتدهور في اليمن اصبح ملف الجرحى هو من الملفات الاكثر يعني ماساويه في الوضع الانساني الحرج في البلد. يعني انت الان تضيف تبعه جديده الى تبعات الوضع الانساني ولا حراك لا للحكومه ولا لمنظمات المجتمع المدني او الدولي ولا حراك أيضا لقوات التحالف في حتى في أبسط اللذة في الدول العشرة المتحالفة للوصول باليمن إلى بر الأمان أن يكون لها فعلا خطوة إيجابية حقيقية وواقعية في ملف في تناول ملف الجرحى بشكل إيجابي وجيد يعني. نعم طبعا نحن حاولنا نتواصل باللجنة الإغاثية ولكن رفضوا التصريح لنا
يعني بأن هناك إعدادات وترتيبات لا يود الإفصاح عنها حاليا حتى لا تذهب سدى كما يقولون. هذا فضلا عن أنه يعني إذا جاز التعبير فضلا عن أنه جرحى تعز لهم معاملة خاصة، يعني هناك معاملة فعلا أنه جرحى تعز يعني قد تقولي لا يسعف ولا لا يسمح لا يسمح نعم حتى مع ذلك يعني كما تفضل دكتور صادق يعني ما استمعت إليه أنه هناك 35 نقطة اشتباك كل يوم، معناته زيادة في عدد الجرحى مما يثقل هذا الملف بالعدد المتوالي يوميا، يعني لا حسمت المعركة ولا عولجوا السابق. قبل حوالي نصف ساعة كان هناك مطالبات من مستشفيات تعز، مطالبات بالمحاليل الطبية، بالمستلزمات الطبية، غرف العمليات تكاد تكون فاضية، هناك مناشدات من الأطباء في داخل المستشفيات لأن هناك قصف مباشر على المنازل يعني بشكل شرس وقوي وغير المعتاد يعني. فأنا المدينة الآن يعني أنت الآن ما تتعامل حتى مع ملف الجرحى، تتعامل مع المناطق أو المدن التي فعلا تتعرض إلى قصف مباشر من قوات من الميليشيات، يعني هذه تحتاج إلى رعاية أولية وتحتاج إلى وضع نعم يعني ملف الجرحى يعني. إن صح لي يعني يمكن أن يوزع إلى جزئين مفترض يعني الجرحى المقاومة الذين في خطوط التماس، وهناك أيضا الجرحى الذين يصابون بفعل فضلا عن الجرحى اللي اساسا موجودين قد اساسا انتقلوا الى بلدان مثلا لنقل مصر، لنقل السعوديه، لنقل الهند، لنقل أي الاردن، لنقل هذه الدول اوضاعهم جدا مأساوية. فكأنه جريح الخارج يقول لجريح الداخل لا فرق بيني وبين بالعكس يعني كما سمعنا اعود الى وطني واموت هناك افضل يعني او اشرف. طيب يعني استاذه هل يعني الحكومه تجد انه مجرد ان تنقل الجريح الى بلد اخر وترفع يدها عن متابعه هذا الجريح، ما الفكره التي تدور في خاطر؟ يعني من اين سيصرف؟ من اين سيحاسب المستشفى؟ من اين سييسر امره خصوصا انه سيكون لديه مرافق؟ ما يعني انا استغرب هذه النقطه، يعني الجرحى يذهبون الى هناك ويموتون كما تفضلت يعني بسبب تعفن جراحي. في هناك ربما إذا صح التعبير هناك فرز للجرحى، قد يكون هناك فرز، هذا من المقاومة وهذا من غير المقاومة، وهذا جريح نوع الإصابة وهذا هناك فرز أيضا، وهذا الفرز لم يطرق إعلاميا أنه هناك فرز، هذا من تعز، هذا من المقاومة من شمال الشمال، هذا يعني أصبح في فرز في الجرحى أو في المصابين بهذه الطريقة، وهذه غير معلنة ولم يسلط عليها الضوء. هذا جانب. الجانب الثاني إلى جانب هذا الفرز في إهمال على مدار في يعني أشغل في سحب من الوقت، يعني أنت عشان تعالج أو تتناول الآن أو تجمع ملف للجرحى تحتاج إلى أوقات مهدورة من تهدد حياة الجرحى، يعني غدا سنتناول ملف الجرحى، أي غدا سنبدا نعامل، بعد غدا، بعد اسبوع، بعد هذا الوقت الذي يسري من تحت يوم الدولة بسنة كما يقال، يعني لا يستوعبون هذه بالضبط يعني فضلا عن الأشياء التي ممكن لا يعني لا يبت فيها سريعا، يعني يذهب فيها يعني حياة المصاب وحياة الجريح في خطر يعني. نعم. طيب ينضم إلينا أيضا الأخ أحمد الوجي وهو أحد جرحى المقاومة بتعز، ولكن عبر ولكنه من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير والعافية. بداية أستاذ أحمد يعني حدثنا عن ظروف إصابتك وما مدى الرعاية التي يعني قدمت لك أو لزملائك حتى الآن. أرجو عدد السؤال. نعم أحمد، نود أن نعرف يعني ما هي إصابتك بالضبط وما مدى العناية التي تلقيتها أنت وزملائك حتى الآن؟ الإصابة حقي كانت بالضبط كانت عبارة عن لغم. نعم. الجروع من قبل الحواتيش. نعم. أما بالنسبة لمدى العناية الذي أحصلها يعني في شوية من التقصير، في شوية من الإهمالات. من قبل من؟ من قبل بعض المستشفيات، بعض الصيادلة وقفوا علينا، وقفوا المقاومة كامل بالنسبة لليوم. تم إيقاف حسابات المقاومة، يعني تجي تأخذ منهم أي علاقات يقول لك لقد تم إيقاف الحساب حقكم. أنت تتعالج في عدن أخ أحمد؟ أيوة أنا في عدن. طيب الحساب يعني من أين كان؟ هل يعني هناك جهة معينة هي من تقوم بعلاجك؟ أنا كنت
اتعالج بمنظمه اطباء بلا حدود. نعم. نعم. طيب يعني ايوه الحكومه هل قدمت لكم اي معونات، اي علاج، اي اهتمام من هذا القبيل؟ يعني منظمه اطباء بلا حدود في النهايه هي منظمه غير حكوميه. والله بالنسبه للمنظمه كانت يعني نوعا ما تنعم ماشيه مع الجرحى، ونشكره. اما بالنسبه للعلاجات التي كنا نتلقى من الصيدليات تم ايقاف الحسابات كامل. نعم. طيب احمد، يعني ما هي ابرز معاناتكم انتم غير توقف العلاجات؟ يعني الان اين تسكن؟ كيف تدبر امورك؟ هل الإصابة أثرت على حركتك؟ أنت تحدثني عن إصابة بلغم، كيف تدبر أمورك أو ما هي المعاناة التي تعانيها الآن؟ بالنسبة للمعاناة في هناك معاناة كثيرة، ومنها يعني المرضى في زي ما تقول كده. نعم. يعني تشعر بإهمال؟ يعني هل تواصلت معكم الحكومة أو؟ إذا أحمد ألوجي ربما أنت لا تسمعني جيدا، شكرا لك. أحد جرح المقاومة بتعز عدن، يعني حتى من حلفه الحظ وتلقى نوع من الرعاية فكما تحدث أحمد هي منظمات غير حكومية، وفي نهاية الأمر جهدها أكيد محدود برقم معين. الآن تتوقف حساباتهم كما أشار. أين الحكومة من كل هذا؟ هناك حالة كارثية حقيقة، يعني هناك كارثة على مستوى يعني ما بعد ملف الجرحى. يعني نفترض أنه اليمن خرج إلى بر الأمان والأمور طيبة وانتهينا إلى وضع يعني وضع مستقر للبلد، هؤلاء الجرحى وأهالي هؤلاء الجرحى وما هي البيئة الوطنية والبيئة المجتمعية التي يعني ستلم الصدء هذا يعني شو يقولوا تضمد الجرح وتعيد بناء اللحمة الوطنية؟ يعني هؤلاء ناس متضررين وناس لهم مطالب مشروعة، لأنهم يدافعون عن وطن ويدافعون عن بناء دولة مدنية حديثة، وهم يعني مع منهاج يعني مع الشرعية. ف هؤلاء أين مصيرهم من الرعاية؟ يعني مسؤولية من مسؤولية الحكومية ومسؤولية الدولة. يعني الشخص الوحيد الذي مفترض أن يهتم بملف الجرحى هو شخص عبد ربه منصور هادي، لأن هؤلاء يدافعون على شرعية عبد ربه منصور هادي. النقطة الأخرى، الحكومة هي من مفترض أن تفعل لجنة خاصة حالا وعاجلا غير آجلا في ملف الجرحى، لأن الملف لا يحتمل التأخير ولا يحتمل النظر فيه من أكثر من زاوية ولا يحتمل حتى الفرز ولا يحتمل حتى يعني أي مبرر كان. الأمر الآخر، لنفترض ان هناك اهمالا بطريقه او باخرى، سواء باي ايا كانت مبرراته، اذا اعتبرنا التحالف الان هو من يسعى الى اخراج البلد الى بر الامان ايا كانت المبررات، ايضا هؤلاء الجرحى هم يقعون في قائمه اولويات المسؤوليه يعني المسؤوليه العربيه، لانه ملف مشترك وملف مهم وحرج جدا لهذه الدوله. هي الان احد يعني احد مكونات التحالف هؤلاء الجرحى. يعني نعم، يعني حين نسمع استاذه نبيله عن مراكز اغاثه كمركز الملك سلمان، يعني الا يفترض ان يكون هذا المركز لاكثر من جهه غذائيه طبيه انسانيه؟ يعني الا يفترض ان نحن أيوة، يعني هذه حياه انسان. نحن يعني ايوه نذكر ان هناك لجان، لكن هذه اللجان لم تعمل، ونذكر يعني ان هناك لجان مسميات. هل هي مجرد مسميات؟ يعني مثلا اذكر انا يعني تقريبا هناك احد المهتمين وربما يمكن يداخل في مداخله معه، اكثر الان يجمع لي 26 جريح من عدن. مفترض انه مركز الملك سلمان هم يعني عبر لجنه، عبر جهه طبيه، عبر مستشار، عبر كذا يكون يعني يكون هؤلاء الجرحى ضمن اولوياتهم او ضمن اهتماماتهم. لم يحدث ذلك حتى هذه اللحظه، برغم المتابعات وبرغم الاتصالات برغم يعني كل انواع الضغوط التي تمارس من اجل الخروج. يعني
نحن نخسر على مدار الوقت جزء من حياة هؤلاء الجرحى الذين هم فعلا أتوا لما يعني من أين أتى هؤلاء الجرحى؟ طب ايضا لا ننسى استاذ نبيل ان هناك يعني نقطه، هناك اهمال للجرحى وهناك اهمال ايضا لاسر هؤلاء الجرحى، يعني ربما هذا الجريح هو عائل لاسرته، كيف يمكن يعني اغفال مثل هذا الامر؟ يعني ليس فقط اهمال لهذا الجريح وانما نسيان هذا ما يعني ما يرتبط. ايوه هذا ما اقول لك، انه اذا فيما اذا عاد البلد الى بر الامان هناك نكأة او يقولوا شيء في نفوس الشعب تجاه أنتم أهملتم أبناءنا وأنتم أهملتم أهالينا وأنتم أهملتم الناس المقربين لنا، تركتموهم حتى لاقوا المتحف حتفا يعني بإهمالكم في ملف الجرحى. سنعود للحديث أستاذة نبيلة، ولكن اسمحي لنا أنت وأستاذ المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذه نبيله. استاذه نبيله، يعني ربما اكثر من مره نستمع الى تصريحات مسؤولين بان هناك اهتمام بملف الجرحى وان هناك ستفتح على وجه السرعه هذه الملفات، ولكن لا يوجد شيء ملموس، وان تم فهو عباره عن تسفيرهم لا اقل ولا اكثر، ولا يوجد اي متابعه. كيف تقرأين مثل هذه الخطوات؟ اذكر يعني قبل فتره بسيطه كان هناك جريح ظل من تقريبا قرابه 6 أشهر وهو في حدود مارب يريد الخروج. ومتى ما خرج وصل الى الهند، وصل في اللحظات الاولى ولم يعني مع 7 زملائه ولم يحدث امامهم الا انهم فقط انتقلوا من دوله الى دوله. يعني هذه ايوه هذه ولا لغه هناك ولا شيء مشترك ولا ايوه، برغم انه في محاولات لكنها محاولات فرديه فاشلة. ومحاولات يعني محاولات بسيطه لا ترقى الى محاولات ممكن الخروج فيها الى شيء واقعي وعملي وحقيقي، يعني الى محاوله ناجحه. انا ممكن اذكر هنا يعني هناك كثير من الجرحى ربما يعني في جرحى ممكن أهاليهم يدفعوا باتجاه يعني يبيعوا كل ما لديهم حتى يصلوا بالجريح هذا إلى مرحلة الإطمئنان على صحته ووضعه وأن يعود سليما إلى أهله، لكن هناك جرحى فعلا أهاليهم لا يستطيعوا حتى يدفعوا قيمة الإبرة الواحدة ولا قيمة شراء دواء أو قيمة حتى تسفير هذا الجريح، فيقولوا يما ينتظر الموت في مكانه، سواء كان بالذات في يعني محافظة زي محافظة تعز الآن هي محاصرة، في تصوري الأولي أنه ممكن يظل حتى لا ينتهي به الحال. إذن من تعز المحاصرة تنضم إلينا الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. أستاذة حياة هل تسمعينني؟ تسمعينني أستاذة حياة؟ إذا نعود التواصل بها، يبدو الاتصال سقط. نعم أستاذة أيوة. تفضلي. في ملف الآن تعز، ما أدري حياتي إذا وصلت على الخط أو لا. قبل البرنامج هذا كان هناك مناشدة عاجلة للمستشفيات يعني مناشدة، أنت متخيلة مدينة محاصرة وفيها مستشفياتها غير مؤهلة، لا يوجد فيها أكسجين كافي يعني حتى يسعف الجرحى، وهناك استهداف للحياة فيها، استهداف مباشر للحياة فيها. أيضا هناك يعني من غرف العمليات ومن المحاليل الطبية العاجلة ومن الأدوات اللي هي يعني ما يقال عنها في طوارئ، في غرف الطوارئ اللي هي ربما تكون في أقل مقاييس الإسعاف للمريء للمصاب غير مهيئة، معناها أن أنت إذا لم يقتل بالرصاص هو يقتل بالإهمال. يقتل بالإهمال. نعم، نستمع إلى حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أستاذة حياة، يعني ملف الجرحى ملف شائك بشكل عام، ولكن ربما هو الأسوأ في تعز، حدثينا عن وضع الجرحى في تعز. فقدنا الاتصال، سنحاول مرة أخرى. يعني لأن الاتصال من تعز يبدو أكثر من اتصال. نعم لم نتوفق به، هناك فعلا حصار غير عادي. هناك يا أستاذة يعني يتحدث المتابعون عن أن الاهتمام يفترض أن يكون على 3 مستويات، مستوى الاهتمام بالجريح نفسه، أيضا
العلاج يعني الرعايه النفسيه بعد العلاج وايضا رعايه الاسر كما تحدثنا، لكن يعني ما زلنا ندور في المستوى الاول لم نتخطى حتى المستويات الاخرى. النفسيه التي يمر بها الجريح الذي يعني روحه كانت رخيصه من اجل الوطن من اجل دعم الشرعيه، يجد الان انه جراحه تتعفن وقد يقتل بسببها. يمكن يعني قبل ما نطرق هذه النقطة في نقاط، مثلا هناك رعاية صحية أولية قبل أن تحدث ما يحدث في اليمن الآن، أصلا هذه الرعاية أساسا غير متوفرة بشكل مطلوب، يمكن أقل من أقل المعايير في المجتمع العربي هي موجودة عليه في اليمن. هناك ما يعني إذا خرجنا من الرعاية الصحية الأولية دخلنا في الرعاية الطبية الغير موجودة أيضا، والآن نتحدث عن الدعم النفسي المفترض أنه الآن الجريح المفترض أنه يحاط به الثلاث الرعايات هذه اللي هي تعتبر أكثر ثلاث أشياء ممكن تدفع بالمريض هذا إلى أن يعاود الحياة من جديد، وهي غير موجودة وغير متوافرة، وإذا توافرت بنسب بسيطة جدا لا ترقى إلى أنه تعيد هذا الجريح إلى جد الحياة من جديد أو يعني مصافها من جديد. إذا تحدثنا عن موضوع الجرحى ويعني نحن نتحدث عن لحمة وطنية فيما بعد، الآن نحن نخسر ليس الجريح فقط، نحن نخسر نفسية أهل الجريح، نفسية أطفال الجريح. يعني تخيل 7 من أطفالي أو 3 من أطفالي أو 5 من أطفال الجريح هؤلاء ينتظروا أباهم، ممكن يأتي أو ممكن لا يأتي، يمكن يعني يمكن يعود إلى كما كان عليه بصحته أو لا، يعني فهو يحمل في القادم يحمل نفسية متعبة تجاه الدولة تجاه الحكومة تجاه شخص الرئيس تجاه يعني تجاه المجتمع القادم. يعني أنت كنت سبب في إهمال أبي حتى وصل إلى مرحلة الموت أو انتهى بسبب إهمالك وبسبب مماطلتك وبسبب عدم اتخاذ إجراءات حقيقية وصحيحة وسريعة في وقت يعني مبكر حتى يعني يتلافى مثلا أن يصل الأب مثلا إلى مرحلة الشلل ولا الإعاقة. يعني هذه نوع، لأنه أنت الآن كأنك تحكم على هؤلاء الأطفال أن يعيشوا مع أب معاق أو أب مشلول، وأنتم الأطفال تتحولوا إلى عائلين جدد، يعني هذا النظر البعيد للمجتمع القادم. إذا يعني نتمنى أن تكون حياة معنا الآن، حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير سيدة حياة. مساء الأنوار، مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذة حياة. كنت سألتك عن ملف الجرحى الذي يعد شائكا على وجه عام ولكن ربما هو الأسوأ في تعز، فحدثينا عنه. نعم، في البداية الجرحى هنا مأساة تتكرر يوما بعد يوم، استمرار القصف العشوائي والهمجي على الأحياء السكنية يخلف المزيد من الجرحى، بالإضافة كذلك إلى المعارك ووقعها. اليوم فقط بالتحديد لدينا 27 جريح من الأحداث التي جارت اليوم والاشتباكات، وتقدمت المقاومة بشكل كبير في الجهة الغربية. استمرار المعارك يولد المزيد من الجرحى للأسف. ملف الجرحى ملف مهمل للغاية، نحن نتساءل كثيرا، أنا كعضوة في مؤسسة رعاية للجرحى أتساءل أين دور الشرعية ورئاسة الجمهورية وحكومة تحاح وقوات التحالف من ملف الجرحى. هناك أيادي تقطع وأقدام تبتر وجراح تتعفن ولا مجيب. نحن ناشدنا مرارا وتكرارا أن تقوم قوات التحالف والدولة بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه ملف الجرحى. هنا المستشفيات توقفت عن الخدمة تماما، لا تستطيع أن تقوم بالعمليات الكبيرة لإنقاذ حياة الجرحى. تعلمون جميعكم بأننا نسرب أنابيب واسطوانات الأكسجين عبر جبال المشرعة وحدنان فوق ظهور الجبال والحمير. هنا المستشفيات خرجت عن التغطية تماما ولا تستطيع سوى أن تقوم بالعمليات الإسعافية فقط. نعم أستاذة حياة، هل تواصلتم مع هذه الجهات التي تتحدثين عنها؟ هل يعني خاصة أنك في مؤسسة تعنى بالجرحى، هل هناك أي تواصل مع الحكومة مع قيادة التحالف مع أي جهة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها؟
نعم، اليوم تواصل معنا الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة سعد، وقال بالتحديد بأن هناك مساعي حثيثة لأن يحظى ملف الجرحى بالاهتمام اللازم في الأيام القادمة. نحن الآن في صدد وعود بتسفير 200 جريح إلى دولة السودان الشقيقة، ما زلنا ننتظر أن تقوم الدولة بهذا التفويج الجماعي لهؤلاء الجرحى. ننتظر كذلك تأهيل مزيد من المستشفيات، وهي مستشفى خليفة العام في التربة، هذا المستشفى الذي يتوسط مدينة سعد ومدينة عدن، إذا أهل هذا المستشفى سيقوم بواجبات كثيرة تجاه جرحى سعد، إضافة كذلك إلى تأهيل المشافي هنا في مدينة سعد كمستشفى الصفوة ومستشفى الثورة ومستشفى الروضة، ومد هذه المستشفيات بالمال اللازم وبالجراحين المتخصصين. تستطيع الدولة أن تستجلب جراحين متخصصين إلى مدينة سعد أو إلى مدينة عدن، وكما ذكرت مسبقا إلى مستشفى خليفة العام بالتربة، وهي بداية ستخفف العبء الكثير على الجرحى. طيب هل تعتقد يا أستاذة حياة أنها مجرد وعود تقدم، أم أنها هذه المرة ربما تخرج إلى النور فعلا ويتم تسفير الجرحى وإعادة تأهيل هذه المستشفيات التي تتحدثين عنها؟ نعم، الفاصل بيننا هو أسبوع كما قيل لنا، وسننظر ما مدى هذه الوعود، لكننا نتفائل وننتظر القادم الأجمل. هناك وعود حديثة. نحن نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي بادر بأمور كثيرة في تسفير البعض من الجرحى واستقبالهم في مدينة عدن، ولكنهم لا يجدون الاهتمام اللازم والكافي لعدن، كذلك الوضع الغير آمن في مدينة عدن، إضافة كذلك إلى أن الجرحى هنا ينقلون على جنائز الموت عبر جبال مشرعة وحدنان وطريق طالوق الوعر، فهناك من الجرحى من يموت بهذه الطرق ومن تزداد حالته السوء ويصل إلى مدينة عدن بدلا من أن تكون حالته 60% تتضاعف إلى 100%. أذكر هناك مثال الشهيد شهاب عادل الذي كانت حالته لا تستدعي أن يكون في عداد الموتى، ولكن بسبب الإهمال وبسبب بالإهمال نعم صحيح فارق الحياة مجرد وصوله إلى مدينة عدن. نحن هنا نطلب من الجميع، من وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين وكل من يعنى بأمر الوطن، أن يقوم بواجباته. نحن أستاذة حياة يعني على الأقل نستطيع أن نقدم وعد نستطيع الإيفاء به، وهو متابعة هذا الملف خاصة بعد أسبوع كما تفضلتي، لنرى ما مدى تحقيق هذا الوعد، وبإذن تعالى أن نحاول أن تكون معنا جهة معنية أو مسؤولة وألا يعتذروا كما حدث اليوم. لا نستطيع أن نتواصل بهم سيدة حياة لمعرفة ما الذي جد، أو يعني هم يعتذرون كثيرا، ولكن أود أن أسألك يعني هناك تحدثتي عن 200 جريح ربما قرب تسفيرهم إلى السودان، طبعا الجرحى يتنوعون، هناك جرحى مقاومة وهناك أيضا جرحى بسبب القصف، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ هل يتم التسفير بحسب الحاجة يعني مدى حاجة الجريح للعلاج، أو كيف يتم الترشيح؟ نعم، نحن كل من يسقط ضحية لهذه الحرب سواء جريح مدني أو جريح مقاومة تتعامل معهم مؤسسة رعاية كجرحى، ولا تمييز بين الجريح المدني أو الجريح المقاومة، لأنهم في الأول والأخير هم أبناء سعد وهم ضحية لهذه الحرب الهمجية التي قامت بها ميليشيا صالح والحوثي. هناك اللجنة الطبية هي من تقرر الأولوية للسفر لهؤلاء الجرحى. أحدثكم الآن وربما تسمعون القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية وبالتحديد حي المدينة القديمة، مزيد من الضحايا مزيد من الجرحى، ولكننا وضعنا أمام خيارات صعبة، هي لا بد أن تستمر المقاومة ولا بد أن يستمر سكان تعز في هذا التحدي، بالإضافة كذلك إلى أن الجرحى لدينا كذلك معايير في نقلهم إلى مدينة عدن، وهي البعض لا يستطيع أن يصمد لكي يصل إلى مدينة عدن تتضاعف حالته سوءا، فلذلك يضطر الجريح أن يقعد هنا في مدينة سعد، ومزيد من تدهور الحالة
يعني وضع فعلا مأساوي للغاية، كارثي للغاية، يستدعي من الجميع أن يقفوا وقفة رجل واحد لإنقاذ هؤلاء الأبطال الأشارة، سواء من جرح المقاومة أو من الجرحى المدنيين. أضف إلى ذلك عدم توفر الأدوية اللازمة لهؤلاء الجرحى في صيدليات المدينة، معظم صيدليات المدينة أغلقت أبوابها، إضافة كذلك إلى الاشتباكات الجارية تؤثر سلبا على جرح المقاومة. لا يستطيع البعض تهريب الأدوية عبر جبال مشرعة وحدنان. نعم، إذن أستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك، وكما يعني حدثتك سنحاول متابعة هذا الموضوع خلال هذا الأسبوع بإذن تعالى أو بعد مرور أسبوع. أستاذة نبيلة، يعني كنت تحدثتي عن ضرورة وجود مؤسسة تعني بهؤلاء الجرحى، ما أهمية هذه المؤسسة من وجهة نظرك؟ يعني هل يمكن أن تقوم بدور غير ما تقوم به اللجنة الإغاثية العليا؟ أولا هي نحتاج الآن تخصص، يعني هذه تعنى فقط بشؤون الجرحى ومتابعة ملف الجرحى ومتابعة حتى أنواع الإصابات عند هؤلاء الجرحى، ربما يعني تسهم بطريقة أو بأخرى في التسريع في أن يتحرك هذا الملف ويأخذ يعني وأخذ معالجات حقيقية على أرض الواقع ويشاهد يعني، وأيضا تخف المسؤولية الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية، وتكون فعلا إحنا أصبحنا عند المسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية كما ذكرتها حياة، لأنه دي فعلا حقيقة هذه مسؤولية أخلاقية ووطنية وإنسانية، يعني لابد كل المنظمات المحلية بالذات المحلية يعني وكل القطاعات سواء قطاع خاص ولا قطاع حكومي، كل من يمكن أن يسهم أو يكون له يد في معالجة ملف الجرحى والوصول به إلى بر الأمان أن يشرع بشكل عاجل في أن يخفف من هذه المسؤولية الكبيرة. يعني أستاذة، يعني هناك نحن نتذكر جيدا يعني صندوق شهداء وجرحى الثورة الذي يعني حاول أن يقدم ما يمكن تقديمه، ولكن للأسف يعني ينشأ صندوق ولا يتم دعمه وتمويله، يعني مجرد اسم يتهم بأنه هناك، برغم أنه هذا المشروع كان مشروع يعني في بدايته كان مشروع رائد ورائق، ويعني نحن في اليمن يعني امام حكومه يعني ما اثبتتش جدواها، يعني امام اي مشروع ناجح نلقى انه يقف في منتصف الطريق بسبب اهمال، بسبب التعطيل، بسبب يعني او تستطيع تقول التعطيل مباشر، يعني لا يمكن اقامه صندوق اخر كصندوق. نحن نتمنى ان تتحمل حكومه بحاح اقامه صندوق عاجل لمعالجه الجرحى او تفعيل السابق او تفعيل السابق او ضم الجرحى يعني الجدد، يعني احنا امام جرحى يعني اصابتهم تكاد تكون اصابات يعني كبيره ممكن تؤثر عليهم يعني مستقبلا اذا لم يتم تداركها بشكل سريع يعني. نعم، طيب استاذه يعني هناك طبعا تحدثنا عن جوانب كثيره للاهمال والقصور الذي ربما يعني للاسف الشديد الحكومه يعني هي معنيه بالدرجه الاولى عن هذا الاهمال، تحدثتي ايضا عن دور المنظمات المحليه والدوليه، ولكن يعني ما الذي يمكن تقديمه في ظل يعني عدم الدعم خاصة للمنظمات المحلية؟ كيف يمكن الضغط على ربما المنظمات الدولية من وجهة نظرك؟ يعني نحن نتحدث يعني أنه ملف الجرحى هو أحد الملفات التي مفترض أن يتداعى لها إعلاميا، نعم. يعني وتنشر لها الهاشتاجات الكبيرة وتعمل لها الحملات الإعلامية القوية، يعني كما هاشتاج المعتقلين والمخفيين قسرا، كما هاشتاج مثلا الخروج بالبلد إلى بر الأمان، كل الهاشتاجات الإعلامية القوية وتسليط الضوء والضغط بالرأي العام في اتجاه يعني اتخاذ خطوات سريعة. نحن نحتاج إلى ضغط إعلامي قوي، إلى تشكيل رأي إعلامي قوي وضغط رأي عام دولي ومحلي في اتجاه الخروج بملف الجرحى الذي يزيد، يعني الآن نحن أمام رقم كبير جدا، يعني 28,000 جريح الآن أو تستطيع تقولي عليه معاق إذا لم يستطع أن يحصل على رعاية صحية سريعة وعاجلة، أنه وصل إلى أن يصبح معاق أو مشلول من الخدمة الطبية السليمة والصحيحة في وقتها وفي أوانها. نعم، أستاذة نبيلة سعيد رئيسة مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في المساء اليمن لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، سنحاول متابعة هذا الملف حتى يعني نقدم شيء بسيط لهؤلاء الجرحى الذين قدموا حياتهم هم في سبيل كرامة الوطن وشرعيته. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.